سعد ولادنا راه ما نقريوهمش، انا بعدا واحد من هاد الساكنه اللي ما نقريش هاد العواول. ثالث انا مشيت شريت لهم كتوبه ديالهم، شريت لهم كلشي ديالهم، جينا انتوما شوف لا ماسه كنعيشوها. شوف شوفوا انتوما اخوتي مكالينها غير باللوحه، هادي قنطره عامله لنا لازون. انا قلت غنموت انا ولادي انتوما. شوفوا كيفاش هوت انتوما اخوتي، ها قنطره مهرسه شوف، وهاي اخرى حتى هي كتهرس. ها شوف هانتي، هادي راه مكالينها غير باللوحه، غير باللوحه هانتي. عينا كنرسلو حتى شي واحد ما كيجاوب. فينياتي راه مدرسه ما غيمشي ولا شي، وحتى هاد الكتوبه راه صافي، هاد الكتوبه اللي شريت لهم وهاد الشيء وهاديك راه صافي. هانتوما خوتي ها مابقاش هاديك الماليطه. واش حنا ندي ولادنا يموتو؟ ها واش حنا ندي ولادنا يموتو هنايا؟ هانتوما المدرسه فين هي؟ ها المدرسه، ها القرايه فين هي؟ ها القرايه هانتوما. ماشي انا قرايه، ها سالينا صافي صافي سالينا، ما قاريينش. الدعوه بكم من الله. واش غتجيب بنتك تموت؟ اللهم نسيب ديك الكتوبه وخلي ولادي قدامي بعدا نيتك، ولا نجيبو من هنا يموتوا. حنا كنعانيو هادي منذ سنين اخي، حنا كنعانيو في القنطره هادي، رحنا هضرنا وتكلمنا وزعما راه عايب وعار على المسؤولين كيعملوا فينا هاد الحاله هادي. واخا يا رساله المسؤولين كنتمناو زعما هاد المشكل هذا يتصلح اليوم قبل غدا، واخا قبل زعما ما تدخل فصل الشتاء، راه كنقاسيو فصل الشتاء اخي. كيجيو كاملين لنا هاد التربه هادي كيقول لك يدوزو من هنايا لما نشوف لكم شي حاجه. ونطلبوا من الله، نطلبوا من الله زعما يكون الصوت ديالنا مسموع. السلام عليكم. اول حاجه كنشكروا طنجاوي على التفاعل ديالهم، الصحافه اللي جات عندنا وجات تعاني معنا هذه المعاناه اللي كنعانيو وهذا الشيء هذا. نوض في الصباح كأي اب، نوض طلعت بنتي قيدتها في المدرسه ديالها، شريت لها الكتوبه ديالها، شريت لها كل شيء. ملي كنت ما تجي بحالي انا ما زلت كنتفاعل، كنعود في واحد الحفره في هذه القنطره. اول حاجه كنا غنموتوا، العائله الصغيره كانت قدامي شبرتها، والمراه والعائله الاخرى كانوا راكبين مورايا، ضربت ليها فينتي في الحديده. ما جبرت ما نعمل حتى جات نسيدي ربي وقلت غنعمل هذا الفيديو. والمشكل كبير هي انا قلت لك انا دابا عامين وانا كنقري العائله، يعني كنا كنخرجوا وندخلوا، ولكن ملي رشات هذه القنطره هذه ما بقى لك ما يدوز. واش غتجيب بنتك تموت؟ اللهم نسيب ديك الكتوبه وخلي ولادي قدامي بعدا نيتك، ولا نجيبوا من هنا يموتوا. والحمد لله اليوم تواصلنا بواحد النبأ مع عند الوالي، وكنشكروا حتى الوالي كنشكروا جزيل الشكر، راه صيفطنا وجاو عندنا. وكنشكروا الباشا ديالنا دبوخال ومقدم حتى هو اللي حتى هو ايتها ساعه كنصونيو عليه كنجبروه. والحمد لله زعما جاو راه وعدونا بان يعملوا لنا القنطره باش تقوز الطونوبير، وحنا هادشي اللي كنطلبوا اصلا، هادشي هذا هو اللي كنطلبوا، هي القنطره هادي تكون عندنا واحد القنطره نكونوا بحالنا بحال الناس حنا عايشين. و كنتمنوا زعما مساعده الوالي يكمل معنا بهذا الشيء هذا اللي خرجوا قالوا يعملوا لنا القنطره وديك الشيء، وجاو المستشارين وجاو وزعما الناس الله عمر راس العال قال ديالنا ارتاح لهم بزاف. اخي حنا كنعانيو هادي منذ سنين اخي، حنا كنعانيو في القنطره هادي، رحنا هضرنا وتكلمنا وزعما راه عايب وعار على المسؤولين كيعملوا فينا هذه الحاله هذه. ونتمناو من الله، راه جاو عندنا شي مسؤولين في هذا الصباح هذا وقال لك يعني غيكون غير الخير ان شاء الله، وغيصلحوا لنا غيعملوا لنا تماك غيعدلوا شي قواضه السمايه ما تبقى تقوز الطوموبيل، وهنا غيصلحوا القنطره هذه اللي مهدده بالهدم. ونطلبوا من الله، نطلبوا من الله زعما يكون الصوت ديالنا مسموع والمسؤولين يكملوا ان شاء الله بالوعود ديالهم ان شاء الله يا ربي. كيفاش تثبت الطريق رجعت بحال هكا؟ هادي يا خاي حنا كانت عندنا طريق هادي في 1999 كانت جات لنا هنايا هادي لا زون فرونش والمكتب الوطني للمطارات، نعملوا خاي هاد القنطره هادي حيدو لنا. كانت طريق عندنا هنايا الحمد لله، كنا كنمشيو ونجيو مزيانين زعما، كان كيدخل الطوموبيل كاميون اي حاجه كانت كتوصل. جاو عملوا القنطره هادي يا خاي وخلاونا، ما حنا ما كيوصل لنا طوموبيل، ما كتوصل كاميون، ما كاين اسعاف، الا وقعت الحارقه خاي ما عندوش يعني رجال مطافئ ما يدخلوا كاين شي زعما. هادشي هذا
راه لا يعقل مغربونة 2022 باش نعيشوا حنا هذا الوضع هذا، راه ما يمكنش. يا ايوا خايا الحادثه الاولانيه القنطره هي فينا يا خاي مارسه، الاخ ديالنا كان ماشي بولادو صدق طاح تمايا، الحمد لله اللي ديك الاولاد حفظهم الله عز وجل وكيبقى كل شيء ديال الله عز وجل. حنا هادي الطريق الوحيده اللي كاينه واخايا القنطره هذه هي اللي كاينه، ما كاينش شي طريق اخر. واخايا رساله للمسؤولين كنتمنوا زعما هذا المشكل هذا يتصلح اليوم قبل غدا اخايا، قبل زعما ما تدخل فصل الشتاء، راه كان قاسي وفصل الشتاء اخي، ما عندنا شي طريق راه زعما ما غاتما لا طيران يطير ولا سير يسير، الا طاحت شي صغه اخاي راه ما كاينش شي طريق، كاين الغايس ما يمكنش تخرج يعني في الشتاء في الغايس، ما عندكش منين تدوز. مشاكل الدراري مدرسه وما كاينش طريق، وفي الشتاء ما كنجبروا منين ندوزو، وملي كيكون شي ممرض عندنا هنا ما كنجبروش فاش نخرجوه. بولنسيا ما كاينش، بولنسيا حدا هنايا خصنا نخرجوه في التريبورتو باش نوصلوه لافيلانس. عينا نمشيو لعندهم كيقول لك حنا نجيو نشوفوا لكم المشكل ديالكم، دابا 2000 وحنايا في هذا المشكل هذا ما كاين والو. انت كتشوف كيجيو كاملوا لنا التربه هذه كيقول لك يوا دوزوا من هنايا على ما نشوفوا لكم شي حل. في الشتاء اكثر هي المعاناه، دابا فسخنا شي شويه كندوزوا ولكن في الشتاء ما كاينش من يدخل ما كاين من يخرج، واكثر هي العيال المدرسه، حنايا كلشي على العيال المدرسه. كامل اللي كيتعذبوا العيال المدرسه والممرض ما كاينش من يخرجوا. خص دابا خصنا غير القنطره، حنايا ما كنطلبوا منهم والو، خصنا يعدوا لنا هذه القنطره يعني باش الطنوبين بعدا الدخال ونجبروا منين ندخلوا العلف الكسيبان، نجبروا منين لابيلانس دخلنا الا كان شي واحد مريض في الشار. دابا هذا هو المشكل ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.